وقفتيش ليه يا حكمة؟ ما انا قاعده. تاسف اقفي. شكرا. اذكى بنت عندي. كانت زيك في مستواك كده، هتبقى معيده زيك. شرابه؟ ماله شراب؟ مقطوع يا عم زاوي، يا عم زاوي 100 مره قلت لك خلي بالك من الحاجات الصغيره دي. انا مش حافظه كمان البس الشراب، كفايه الحاجات المهمه بلبسها. تاخدوا بالكم من حاجات غريبة. بنطلونه ياي نسيته هو كمان. في موجود يا باشا. ايوه امال في ايه؟ بص كويس هيكون في حاجة. ياي بص كويس يا بني ادم بيقولوا ايه؟ ياي في قطع 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 بالطول بالعرض. بص كويس. ياي مش حاجة. لف ياي في حد غريب هنا؟ مش عايز صوت يا اشياء انتوا. لما الدكتور زعتر يدخل المحاضرة الكون كله يتوقف. هو انت الكون يا حكمة؟ لا يا دكتور. امال توقفت ليه وترجمتيها صح؟ حضرتك قلت كله يتوقف. اه طيب اقعدي. انا قاعدة. بقفي. شكرا. اذكى بنت عندي. هتبقى معيدة إن شاء الله. لما أتكلم العالم كله يسمع. حصلت لكم المعجزة وهتحضروا محاضرة للدكتور زعتر أبو العباس. كله يطلع آخر كتاب ليا. من صفحة 1 لـ1001 مراجعة وهمتحنكم في الـ1001 وصفحة بعد 5 دقايق. برافو يا حكمة. برافو أشطر بنت عندي. لحقتي خلصتي الكتاب؟ لا يا دكتور. أمال قعدتي ليه؟ من 1 لـ1001 1000 صفحة نراجعها دلوقتي. شوية عليك راجع كتابين. ايه بتضحكي ليه؟ مبسوطة. طب عيطي. اقفي. شكرا. اذكى بنت عندي. باقي من الزمن يا اشياء انتوا 2:30. عايزك تراجع كل الشركات. كل يوم تتأخري؟ انت كل يوم تتأخري. مش عشان بقول اذكى بنت عندي تعملي لي دوشه. دايما انت تعملي الدوشه. ايه يا حكمت؟ مالك اتغيرت كده؟ انت مش كنت نيجاتيف؟ اللي خلاكي بص تف؟ انت حكمت؟ طب عادي حكمت اهي. يبقى انت الشيء اللي دخل دلوقتي. لا مؤاخذة سعادة الباشا. مين مجنون يجرؤ يدخل محاضرة الدكتور الزعتر أبو العباس بعد هو ما يدخل يا فقاعة أنت؟ أنا تفاحة يا بيه. أنا أصلي بصحى من بدري عشان ألحق ألقط رزق يا بيه. أنا عندي تلميذة تلقط رزقها. ما هو لازم أساعد يا بيه عشان أبويا بلاميطة. أبوكي سمكة؟ راجل صرماطي على قده يا بيه. سمكة ولا صرماطي؟ لما امي الدلاله بقى يا كمان دلاله رقدت بالعيال يكفيك الشر. دلاله ولا فرخه؟ العيال بقى يا كمان في عيال. ارموا الزباله دي بره. زباله؟ يرموا مين في الزباله يا قاضي؟ ترد على الدكتور يا بنت. زباله ما تردش على الدكتور. رد عليه وعلى عشره زي ما تردش على الدكتور. اوعى ايدي. ما تردش على الدكتور خالص. اسمعني بس يا دكتور. اسمعي ربنا يخليك. انا في مصيبه. اسمع لك انا دكتور زعتر ابن عباس. اسمع لوحده اسمها تفاحه وامها بلاميطه وابوها دلاله. ده نتيجه تعليم الاوباش ببلاش. قلنا من الاول بلاش بلاش تعليم الاوباش. بالراحه يا دكتور باشا. ما انت بتسعى برضه. لازم تاخد وتدي معانا عشان ربنا يفتحها عليك. انت اللي بنت تسعى. انا ابن 18. الاستاذ الدكتور زعتر العالم كله مستني الكلمه اللي تطلع من بقه وبضن عليها على العالم. كل الشركات العملاقه مستنيه كلمه مني. انا مخلوق كوني جايه تقولي لي بالراحه وبلاميطه؟ مخلوق كوني؟ سامعني يا ولاد؟ البيه مخلوق كوني. يعني انت يا بيه مش من هنا مش من بلدنا دي. لا انا خارج كل المقاييس. انا ربطت انسان اهلي عالمي. دقت قلبي على دقات الساعة زي ثواني البورصة بالملايين.
أنا شيء عظيم لا ينتمي لأي شيء إلا اللحاليح الخضرة يا بيه. بتقول إيه يا بنت؟ البيه يا ولاد إنسان آلي، إنسان أنابيب، لا أم ولا أب، لا تمرت فيه لقمة العيش البلدي ولا بقى المية اللي بيدفعوا من النيل. أنت أمك اللي تشربه من النيل، أنا بشرب معدنية. قولي تاني اللي أنت قلتيه ده يا شاطرة. أنا مش شاطرة، أنا تفاحة وبني آدمة كمان. كلكم فقاعات، اقفي. وخسارة علم الغزير فيكم مفيش فايدة. عالم متخلف وهيفضل متخلف وراء الشمس. وقاعد فيه ليه يا بيه؟ فعلا أنا مكان الفعل مش هنا، أنا وجود الفعل هناك مع العالم اللي جاية من فوق، مع القرن 21. أفكاري بتحرك كل العالم، تجار المال وتجار المخدرات وتجار الألغام، كل حاجة بحركها بكلمة مني. أنا فوق 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 وانتوا تحت تحت تحت. احنا تحت، لكن انت لو حصلت فوق ولا تحت انت مالكش قيمة ولا تساوي. اسفخص. قالوا في الأرصاد مفيش مطرة في الصيف. البنت قالت ايه؟ اسفخص. انا يتقال لي اسفخص. خلاص سمعتها. لأنك يا دكتور حيوان. يا حمزاوي فكرني اروح لدكتور العيون ودني اليمين بتسمع غلط اليومين دول. البنت قالت ايه؟ حيوان. اللي قبلها اسفخص. اسفخص؟ انا اسفخص؟ وده ظلم للحيوان، ده ظلم لح... تعالى يا انت فين؟ تعالى يا انا فرازع. الحيوان عنده قلب وعمره ما ينهش غير لما يجوع، لكن انت يا زعتر بتنهش فينا كده ليه؟ ليه يا زعتر؟ تفتكر بابا ممكن يصلح الجزمه دي؟ دروس للعالم ازاي يسرق وهو بيلعب، ازاي يمص دم الغلابه وهو مبتسم ومبسوط، ازاي دول العالم القايمه تسرق النايمه. هو ده اللي بتتباهى بيه استاذ 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 في النهب المدروس. بص لي انا، انت مالكش قيمه ولا تساوي، انت فقاعه. البنت قالت ايه؟ فقاعه. اللي قبلها حيوان. اللي قبلها اسفخ. هي دي هنتهنكوا فيها. وانت يا دودة مرفوضة. مرفوضة؟ طلعوا برا. أنا برا. برا؟ برا يا نفر. برا. ولازم تعرفي حقيقتك، انت مجرد شيء. أنا شيء يا زعتر، لكن انت هتفضل والحد الآخر لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء.